السلام عليكم. زي ما اتفقت مع حضراتكم ان كل جديد في قصة شيماء جمال المذيعة هتعرفوه النهاردة. حصل تطورات من قبل القاضي جوزها اللي هو المفروض عمل فيها القصة بالكامل. ايه اللي حصل وايه اللي قاله قدام القاضي؟ وفعلا هو محبوس ولا لا؟ او كتير بيقولوا ده هو اصلا مش في السجن. هنقول لحضراتكم مفاجآت في حلقة جديدة مع يونس محمد. خلونا سريعا قبل ما نقول التطورات في القصة عشان اللي ما يعرفش قصة شيماء جمال. هي مذيعة تم العثور عليها مدفونة في فيلا في منطقة المنصورية في محافظة الجيزة، واللي عمل فيها كده قاضي وشريكه المقاول. ازاي؟ القاضي متجوزها في السر من ورا مراته الاولى، فشيماء جمال ابتدت تقول له انا اقول لمراتك على الجوازه ما بيننا، اعلن لكل الناس على اللي بيحصل ما بيننا واللي انا مراتك رسمي. هو رافض حاجه زي دي. هي ابتدت تتكلم معاه عن فساده المالي. هنا ابتدى الموضوع يتطور، فاتفق مع شريكه المقاول اللي هو ياجر له مزرعه في منطقه المنصوريه، واخد مراته المذيعه وراح بيها على المزرعه، وهناك وهو بيفرجها طلع الطبنجة بتاعته وادها على دماغها، وهو وشريكه دفنوها في قلب المزرعة. من بعدها هدد شريكه وقال له لو انت فتحت بقك باللي حصل انا هعمل فيك وهسوي. وكان المفروض هما الاتنين متفقين هيديله مقابل مالي، يعني القاضي هيدي لشريكه مقابل مالي مقابل اشتراكه في اللي حصل. لكن مش عارف ايه اللي حصل ما بينهم، خلى الشريك بتاعه اللي هو المقاول راح بنفسه للنيابة العامة وحكى اللي حصل، وطلعه شيماء جمال. لكن لما طلعوها الأثناء وهم بيطلعوها مش قادرين يتعرفوا عليها، وده اللي خلاها تاخد رقم 115 مجهول في مصلحة الطب الشرعي لحين إجراء تحليل الدي ان ايه ليها. وعشان كده جابوا الأم والدة شيماء الله يرحمها وأمها، وقفت قدام مصلحة الطب الشرعي، أخدوا منها عينة الدي ان ايه وطبقوها بنتها. طلعت فعلا هي شيماء جمال. ما كانوش قادرين يتعرفوا عليها، ومن هنا النيابة العامة طلعت تصريح بدفن شيماء جمال النهاردة. ده كان جزء. اما الجزء التاني اللي الناس بتتكلم فيه التطورات، يا جماعة عمالين يقولوا كلام ملوش اساس من الواقع. ده قاضي، ده نائب رئيس محكمة او نائب رئيس مجلس الدولة، ازاي هيحبسوه؟ ده مش موجود من الاساس. عشان كده كانت النيابة العامة طلعت ملحق بالبيان اللي فات ليها، وقالت اللي هي طلعت امر ضبط واحضار للقاضي بعد رفع الحصانة من عليه، وفعلا جابوه من محافظة السويس. بس هنا كان عندنا علامة استفهام، ازاي رجال الشرطة اللي هم يجيبوه عن طريق الملصق الالكتروني؟ وهي دي المفاجأة الحقيقية. الملصق الالكتروني ده بقى ده الشريحة اللي موجودة في اغلب العربيات الملاكي. الشريحة دي عن طريقها بيبقى فيها بيانات صاحب العربية، وعن طريق البوابات اللي موجودة ما بين المحافظات والكمائن المختلفة بتقدر تحدد مكان العربية. وبالرغم ان القاضي كان واخد بعض الحيطة والحذر، معهوش تليفونات خالص، وقاعد في شقة واحد صاحبه محامي في منطقة السويس ومعهوش تليفونات، اتفاجئ برجال الشرطة بتاخده، واخد المحامي بتهمة التستر على القاضي، ومن هنا تم ترحيله لمحافظة الجيزة. وقف قدام النيابة العامة اللي قدامها انكر كل حاجة، معرفش، ما حصلش، ما عملتش. من هنا تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والنهاردة جدد له حبسه قدام قاضي المعارضات. والمحامي بتاع القاضي بيطلب الاطلاع على القضية، وعشان كده القاضي اداله أمر حبس 15 يوم على ذمة التحقيقات لحين اطلاع المحامي على القضية. بس هو محبوس فين بقى؟ هنا كانت الإجابة عن طريق مصدر أمني بوزارة الداخلية اللي أكد أن القاضي محبوس في سجن الأربعة، السجن 10.5، وده بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، يعني سجن أكتوبر المركزي، هو اسمه كده. كان الناس متوقعة اللي هو بيقولك مش موجود ولا أي اسم، لو موجود في حجز أي اسم يطلعونا الصورة. ده هو مش محبوس من الأساس. يا جماعة كفاية تشكيك، يا جماعة الراجل فعلا بيتعامل زيه زي أي متهم موجود، وبيتعرض على النيابة وبيتعرض على قاضي التجديدات، وبيتعرض زيه زي أي متهم. هو ليه بقى مش هيحبسوه؟ أو ليه بقى هو هيترمخ على القضية؟ محتاجين نفهم، محتاجين نستوعب العقول اللي بتطلع تطلع الإشاعات وتمشي في دماغ الناس أو تلعب في دماغ الناس بكلام ملوش أساس من الصحة. عشان الجزء الثاني من قصتنا حكاية الثروة الهائلة بتاعته، إن في أحد المحامين اتقدم للكذب الغير مشروع، وهو المحامي سمير صبري،
اتقدم للكاسبر غير مشروع، بيقول في البلاغ بتاعه ان القاضي ده محقق ثروة هائلة. الثروة بتاعته دي نتيجة اللي هو عنده عقارات كتير، ما بينهم مثلا 22 شقة في منطقة مدينتي والتجمع والرحاب، بالإضافة لعدد كده شوية من الشاليهات، 3 أو 4 شاليهات في مراسي بالساحل الشمالي، غير شوية الفلوس اللي في البنك، غير التحويلات. الراجل ده ثروته منين؟ هي دي المفاجآت اللي هنكتشفها خلال الفترة اللي جاية، ما هو كل حاجة هتتعرف وتبان. حبينا نوضح لحضراتكم في دقائق معدودة كل التطورات بتاعت القصة بتاعت شيماء جمال لحين حبس القاضي 15 يوم، يعني بعد 15 يوم اكيد هيبقى فيه جديد عشان هيكلم مرة تانية في التجديد بتاعه قدام القاضي. حبينا نقول لكم ايه الجديد وايه المختلف، ونرد على حكاية ده مش محبوس ولا هو محبوس فين. حطينا لكم او قلنا معلومة حبسه ما بين ايديكم وعقلكم، وقلنا المكان تحديدا سجن العشرة ونص، سجن اكتوبر المركزي، هو موجود فيه القاضي المتهم بقصة شيماء جمال المذيعة، ربنا يرحمها يغفر لها. كنت معاكم في حلقة خاصة جدا من يونس محمد او مع يونس محمد، اتمنى اللي بنقدمه لحضراتكم يبقى مفيد ويعجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تدعمونا كده بلايك على الماشي، واللي بيشوفنا الاول مرة يشترك في القناة، والمشترك يفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتبص وسع المصادر سيبها لكم تحت، وعلى الحلقات اللي هتظهر على جنب الشاشة. واستنونا بكرة بإذن الله في حلقة جديدة ولغز جديد. كنت معاكم يونس محمد، سلام عليكم.